ما بين نجاح شخصي ونجاح مهني. مش بتاع كلام، نقلة تانية خالص. دارني أميرا لمجموعة الوادي. كلام رايح وكلام جاي. عايز تعرف إيه اللي أنت عايزاه أنا أقوله لك؟ كل حاجة. اسمها هانم، فقام بصالي كده اللي هو أنت هتهزر ولا إيه؟ قالت لي والله العظيم وبتحك وما بنكسرها. وقلبي من هنا وقلبي من هناك. أنا مش مصدقة بجد إن إحنا بنتجوز. وقعدنا نتكلم وتا تا 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 ضحكت. خلاص بقى يعني قلبها مال. فبحكي لك الكلام ده أول مرة. واضح. صريح. واحدة صاحيت من النوم لقيت جوزها بياكل كبده نايم. قالت لي ايه ده انت بتعمل ايه؟ بص عاوز تعمل كده براحتك بس ما تزعلش بقى. طبقوا على بعض. انا بفتخر ان انا من منطقه شعبيه. جاي لك سؤال من زوجتك المصون ياسمين عبد العزيز. لو انت مش هتعرف تحمي الست اللي معاك يبقى انت ما تستاهلاش. خد حذرك في الصندوق اللي جاي. قول ما تخافش. شفت الحكم؟ دفعت مهر كام؟ اقسم بالله ده انا اقول لك المؤخر كام. خد من التعليقات والفضول إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. النجم أحمد رائع. أحلى تكريم ليا والله.